حاجه محترمه طبعا، وزي ما حضرتكم شايفين الاسعار، الحاجات بره مثلا بتبقى متواجده هنا بنلاقيها مثلا مش هقول نص الثمن بس يعني 60%، يعني في اقل من 40% خصم. انا في حاجات شايفها بره ب 200 و 300، باجي هنا بلاقيها ب 90 ب 130، وحاجات كويسه ونفس الخامات وحاجات بتبقى بتناسب جميع الاغراض. والوقت اللي في المبادره وقت كويس، احنا كنا محتاجينه في الوقت ده عشان خاطر الموسم وموسم المدارس والدنيا. يعني انا معايا 5 اولاد، لو ولد واحد منهم هنجيب من اي حاجه، فاضطر ان انا بسال على الحاجات الرخيصه واتعامل، ونفس لبس المدارس باسعار رخيصه وعليه رقابه وعليه حاجات كويسه. فاحنا بنشكر المبادره، ويا ريت تبقى على طول وتبقى في انحاء جميع القاهره ومصر، والشعب يحب بعضه، ونلاقي حاجات كده بجد مصروف عليها وحاجات عليها مراقبات فيها اسعار رخيصه اللي هي حاجات رمزيه. احنا نشكر الناس اللي بتعمل كده احسن من الغلاء اللي احنا بنشوفه بره.